تمام. بعد كده نجيب ايه؟ رملة نستخدمها كايه؟ كدقالة. الذاكرة عشان ايه؟ تبقى متوازنة، عشان لو في رمل متكون من حاجة تلاقي الساقية عاملة كده، عشان تكون لها مستوى واحد بالظبط كده. بعد كده بحط الشفتة اهي وامسك الجزء ده شوف الساقية اهو. الرم بعد كده الجزء بقى مفتوح عن ايه؟ المية بسيط جدا كده اهو. كده ايه؟ معنى السؤال